شباب هذا رعيه وما يقبل يطلع يطير بيده. رحم الله والديك. يا ولد اشتركوا هذا احمد خوش ولا رحم الله والديك. تطير ببلاش انا ما في افتر علي بيوتي. السلام عليكم شباب. اكو غريب حاط علي على البيت. استوني جيت من الشغل. شوفوا هاي. شلون صاير شباب؟ ما قال مقصوصة النوبة. الله قلت لك مقصوصة، ايش طيارها ما ادري. شباب باعك مش هبيجي. هي مال جوارين. حلو 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 نزلت نزلت. شوف شوف مقصوصة. حصلها بالزاوية. مخصوصة ثلاث ريش بثلاث ريش بس الأطراف. والله صيد اليوم شباب لعيونكم. هسه احكي لها تقول لي مالتك مالتك. والله العظيم والله العظيم مو مالتي. وحق محمد مو مالتي. ودي يصدق يصدق وما يصدق بعد ظلت يمه. هاي هاي راعيها يجي يقول لي الحجل ايش بيها وشنو بيها رقم تليفون او فشي يجاوبنا عليه يقول لي هيش ايش بيها ارقام يجي يشلعينه وياخذها. ما يقول لي انا ما اعطيهن اهلسها وانتظر جناحها يكبر واطيرها. هذا اللي هنا هذا صيد اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك وفعلنا الجرس. وياكم عاشق الارافل. اي شباب رجعنا. طبعا لقيت رقم بي هذا وهذا طلع بصراوي. فخابت راعيه قال لي هذا ويع الواحد اي فلان فلان. قلت له هذا جيراننا اي. فقلت له هذا وانا حوصله له. هسه اللي هو مخابر على الولد قال الطير موجود كذا جيرانكم. قلت له بس يقول له احمد ابو ستراتات وطي له هذا الطير. هسه الولد اجى عليه راح اطي له. قال لي هيك بي حلقتين وهذا رقمه وهذا. قال لي بصران عبالي. قلت نيكولا تار اي. فهسه راعي اجى. فهذا طير مال الحلال ما يروح ما عليه شيء. شهر تقول ليش يا رحان. يلا شباب لهنا انهى مقطع الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك وفعلنا الجرس حتى يوصلكم شكو شيء جديد. مع السلامه.